أول غش هو أن تغش نفسك التي بين جنبيك، هذا أول شيء، أنك لا تقيمها على الدين ولا تهذبها بالشرع ولا تزكيها بالهدى. ربنا سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإنسان الذي يغش نفسه يعني يوردها إلى المهالك والمصائب. وربنا عز وجل قال: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. كذلك من صور الغش الغش في التجارة، ودائما ما نربطه بالتجارة والبيع، دائما ما يربط بالتجارة لأنه ميدان فسيح وواسع. نعم، لهذا تارة في بعض بل في كثير من الأحيان والله المستعان تجد كثير من التجار يحلفون بالأيمان المغلظة على أمر تجاري وهو يعلم أنه كاذب، وبعضهم يخلط سلعته بما يفسدها، وبعضهم يدلس في تواريخ الإنتاج والصلاحية، وبعضهم يطفف في الموازين. وربنا جل وعلا توعد هؤلاء بوعيد شديد فقال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا ترى ماذا يقول هذا الغشاش حين يقف بين يدي رب العالمين في ذلك الموقف العظيم العصيب؟ يعني تصور، الله عز وجل قال: ويل للمطففين، وويل الويل هو الهلاك والتعاسة. نعم، وقيل ويل واد في جهنم.